المؤمنين كهنة؟ نعم، والمؤمنين كلهم المؤمنين الحقيقيين في كل اجتماع حوالين الرب يقدموا ذبائح. نعم نقدم ذبائح، لكن إيه الذبائح التي نقدمها؟ قال عنها الكتاب في بطرس الأولى 2:5: لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. أي نقدم ذبائح الحمد والتسبيح والعطاء وذبيحة أجسادنا ونحن حوالين الرب. هل لنا الآن كاهن عظيم كبير الكهنة؟ نعم. من هو كبير الكهنة أحبائي ومن هو رئيس الكهنة؟ الكتاب يذكر في رسالة العبرانيين اسم واحد فقط، رئيس الكهنة هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد.